الورقة اللي حطتها في البداية مو نفس الورقة اللي لصقتها في يدها. سويت نفس الطريقة ولا ضبطت، ليش الكذب على الناس يا بنات؟ كذب سبحان الله. الواجب صار تغريدة من تويتر، وع ما هي تغريدة من تويتر طبعا، ما ضبطت وخسارة الحبر اللي راح. وش ذا الكذب؟ عيا يضبط معي وسويت مثل الخطوات بالضبط. الله يسامحك كنا متحمسين. كذب يا اخي، شوف الورقة كان فيها كلام كثير وفجأة صار بس كلمة. الورقة يوم حطتها بالموية كان فيها 15 سطر، يوم حطت الورقة على يدها فجأة صار سطرين بس. كان الكلام كتير وما في دائرة لو تلاحظون، فجأة تغير الكلام وصار قصير. والله انكم هطوف ينلعب عليكم. تكذب، الورقة اللي حطتها كانت مليانة كتابة وفجأة صار بس سطرين. اوكي اتفرجوا على المقطع الجاي يا الناس اللي بتقول عني كذابة. اذا ما قلتوا عني كذابة اعملوا سكيب. ما طلعت. طيب يا جماعة عرفت ليش ما زبطت؟ هذيك كانت ورقة متصورة ما هي مطبوعة، فأتوقع هذا هو السبب. سو لحسن الحظ لقيت الشيء ده، نفس الخطوات بالتمام. طيب يا جماعة جبتها، هذه آخر ورقة خلاص، الحين حتزبط إن شاء الله. هحطها في المكان اللي أبغاه وأضغط عليها بسويس. لما يكون عندك مقطع مدته دقيقة واحدة مرة صعب انك انت تحط كل الديتيلز موجودة في نفس الفيديو. انا قصيت المقطع اللي ما له داعي وحطيت لكم المقطع اللي فيه بس الخطوات، بس واضح انه الثقة عندكم معدومة جدا. ليه يعني؟ ليش حاكذب؟ يعني ليش حكذب عليكم؟ ايش الفن بالموضوع؟ اتمنى يكون كده في شوية ثقة بيننا. وبخصوص الشخص اللي بيقول هذه طبعتيها من تويتر، يعني نفس الفكرة، يعني طبعتها يعني نفس الفكرة. اذا هي زبطت، اذا انا طبعتها من اوه ماي جاد حتجننوني. هاي جايز، كيف حالكم؟ اخباركم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم ران، واليوم اليوم 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 حعلمكم كيف تسووا تاتو. سو من فتره نزلت الفيديو ده في الانستغرام ووصل الفيديو لمليون مشاهده، فوق المليون مشاهده اكشلي، واغلب الكومنتات كانت بتقول انه انا كذابه وانه ما هي راح تزبط معاهم الحركه وكيف سويتي وليش يعني فقررت ان انا اسوي لكم فيديو في اليوتيوب عشان اشرح لكم الطريقه مظبوط، وعشان اوريكم انه ران ما كذابه. انا ما بعلمني ان انا ما كذب، اكذب اوقات. سو في الفيديو هذا حشرح لكم بالتمام ايش حاسوي، ترى في احتمال ما يزبط، في اوقات ما بتزبط، فحنجرب سوا. دي ثاني مره اصور نفس الحلقه، المره الاولى ما زبطت، سو الله يستر مش هتزبط دي مره. وعشان اسوي الموضوع اكثر حماسا قررت اني اسوي فكره كذا فاضحه. سو سالتكم في الانستغرام قلت لكم اكتبوا لي اول كلمه تجي على بالكم، بس ما قلت لكم ايش الهرجه. واخذت الكلمات هذه وطبعتها عشان اسويها تاتو. سو هذه الكلمات اللي طبعتها، طبعا مو كلها كلمات، بعضها حاطمه. قبل ما اخش على الفيديو حقرا لكم الاسماء الجديده اللي كتبتها على السريع: ليلى وحنان وميار وضيح وعفيفه وعليا هيا ونرجس وفخر وطيبه ومسك وسلطان. هذه اسماء الحلقه هذه، ان شاء الله على الحلقات الجايه حكتب لكم اسماء اكثر. وقبل ما اخش على الفيديو لا تنسوا اعطوا للفيديو لايك واشتركوا في القناه، ويلا فلنهبب بنفسنا. طبعا اول حاجه واهم حاجه انه انت تطبعي الورقه دي طابعه عاديه. سو انا حسحب دحين بدون ما اطالع، ولا حيطلع لي هو على اللي حنطبعه. واو هرجه. البدايه ما تبشر بالخير، طلع لي ابى انتحر، وش ذا الدنيا كلها كرف وتعب. والله هذا اللي طلع لي. سو حنسوي التاتو ده اول حاجه، ويعني انا اتمنى انه الشخص اللي ارسل لي هذا الكلام انه هو ما ينتحر. سو اول حاجه حسويها اني انا حقص الورقه اللي انا بطبعها، وحاستخدم العطر هذا، حابخها، ما فرقت يعني من قدام من ورا لانه هي كلها حتتبخ. ترى مو دائما تزبط، اوقات تزبط اوقات لا. تمام اوكي خلاص بخيتها، شايفين كيف مره غرقانه بالعطر. ححطها دحين في الماي. طبعا انا جبت هذا هنا، جبت هذا عبيته مويه عاديه من البسبوس، يعني دافيه. ما ادري تقولوا له بسبوس ولا حنفيه، ما ادري ايش تقول له. anyway هحطها في المويه تقريبا دقيقتين لثلاثة، عبال ما تخلص الاولى حختار اللي بعدها. هذا اللي طلع لي الثانية، طويلة مرة. كمان بدي اقول لكم على حاجة مرة مهمة، إذا أنتم تبوا تطبعوا كلام زي كذا، لازم قبل ما تطبعوا في الطابعة، لازم قبل ما تطبعوا تعكسوا الكلام، شايفينه؟ مقلوب الكلام، عشان لما تطبعيه هو حيتقلب، فاهمين؟ سو لازم يكون مقلوب. سو حسوي نفس الحركة، حأبخها بالعطر. هذه طويلة. ماي جاد الريحة.
وححطها في المويه. كمان حختار واحده غبي مره. مين كتب كده؟ I hope يعني الكلام ده مو عليا. بما انك قلت غبي مو غبية so I'll do it. سبخيت غبي مرة وحاطها في الموية. حطلع اول واحدة دحينة ونشوف يا رب تزبط معانا. طويلة مع اني صراحة ما بها تزبط لانه تبي تنتحر ومدري. So حطلعها من الموية زي كده وحطها في المكان اللي ابغاه. بس حطها كده. سو حطيتها في يدي بس احسها ما حتزبط لانها مره طويله. اضغط عليها شويه كده. لما تكون الكلمه طويله او الورقه طويله مره صعب لانه تبدا تتكربع كده وتتكرمش. سو ليتس سي اضغط عليها اضبطي لا تفشلي انت والوحده. الناس اللي بتقول لي انت كذابه وما زبطت معانا ترى زي ما بقول لكم اوقات تزبط اوقات ما تزبط. واو الو جا بس كده مره خفيف. شوفوا للساعه وهنا قاعد. او ماي جاد ايش هذا بتفوت زبطت بس ما اعرف ايش المشكله. عشان كده اضطريت اني انا اعيد الفيديو ثاني مره لانه الفيديو اللي فات اللي لما صورت المره اللي فاتت كنت مجربه ان انا طبعت صور من النت فاغلبها ما زبطت لان الصور كانت يعني زي ما تقول الكواليتي حقها ما كان كويس فالحبر ما كان مره يعني تقيل فيها فاتوقع انه ذاتس واي يعني ما زبطت. سو سبتها كده شويه فعصتها مظبوط عشان تزبط. خلينا نشوف دحينها حفكها وحشوف يا رب تزبط مع انه احسها ما تزبط هالمره بس هسي. ايوه ايوه اوه زبطت زبطت واو ما صدق ما شاء الله واو زبطت 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 شايفينها؟ مبسوطه انها زبطت لانه من اول مره يزبط يا اخي. اول واحد زبط. حجرب اللي بعده اللي انا حطيته من اول اللي هو احبك سو هذا هو طلعته من المويه طبعا قعد اكثر فتره اطول. احاول اقرب عشان تكفي اكثر الاشياء. سو حطيته فوقه حاطبطب كده عليه بشويش عشان ما يعني ما تتحرك الورقه كده بشويش بس بيدي عشان لو استخدمت المنديل من البدايه حيشفط كل العطر. تتوقع يزبط ثاني واحد ولا لا؟ اتمنى انه يزبط لانه احسه كده في مشاعر حلوه. سو احس انها بدات تلصق حافتح بشويش من الجنب عشان اتاكد انها لصقت ولا لا. يا لصقت لصقت يس يس واو الورقه تفكت. ياي زبطت امشي التصفيق. سو ثاني واحده زبطت اي. سو حجرب دحين اخر واحده حطيتها في المويه اللي هي غبي مره حطها تحت. يا ماني فاهمه ليش كتبته كده. اتوقع انها كانت حاطه في بالها احد وبتسبه بس ما كتبت الاسم. تكون قصه انا لا بس هي كاتبة غبي مرة. بيني وبينكم أنا ما أبغى دي تزبط. سو so, نوعا ما سويتها مو بخلاص يعني كده أبو بسرعة بسرعة هنا. سو لو خربت واو زبطت. بغض النظر هذه الرسالة كانت لمين يعني أنا أتمنى إنها ما هي لي بس يعني غبي مرة زبطت مع إنه أكتر وقت زبطت. أحس المساحة بدأت تخلص وأنا لسه دوبي سويت بس ثلاثة. anyway حسحب واحدة ثانية. مين حيطلع مين حيطلع يا ربي شيء جيد يا أخي. ابا او ماي جاد ابا ايفون ابا ايفون سو يا ده اللي طلع لي. حنلصق ابا ايفون في نفسنا. سو ثاني مره حبخها زي كده مظبوط. حاولوا تستخدموا عطر ما تحبوه او عطر مو حقكم وححطها في المويه. سو حاسحب واحده ثانيه يا رب شيء جيد. ما ابو كبير تعب. فارس دونت بوست ذس مي كيل يو او اي ديدنت بوست ات يعني سو نو كيل مي بس حاسويها تاتو. هوز فارس باي ذا واي اند واي يو غانا كيل مي. انا اتوقع انه واحده خاقه على واحد اسمه فارس. سو لما انا قلت اني اكتبي اول حاجه يجي على بالك فهي على بالها فارس يو you know? بس لما قالت دونت بوست ذس سو شي واز افريد انه فارس هي مايت نو. سو اني واي وخدتها بالعطر وحطها في المويه. سو حاطلع اللي دخلتها اول اللي هي حقت ابو ايفون وليتس سي كيف تزبط معانا ولا لا. حطيتها هنا حاضغط عليها كده خفيف مو يعني مو ضغط بس انه كده لصقها في يدي كده لانها كلها كده مزفلطه فممكن تتزحلق فبشويش كده اضغط عليها. بعدين لما احس انه بدات العطر يخف والمويه تخف امسك عليها بالمنديل انه بشويش اضغط عليها. كيف بس انا اديكم تعليمات كده بالفتفوته. اهم حاجه انكم تاخذوا وقتكم في الموضوع لا تستعجلوا. واذا جربتوها مره وما زبطت معاكم يمكن المشكله في العطر نفسه لانه جربت عطور مره كثيره ما زبطت فيها. سو ليتس سي حتزبط ابو ايفون ولا لا. واو زبطت ياي زبطت زبطت سفينه
يعني صراحة أتمنى إنه أنت جد إنه تقدر تجيب آيفون واحد يجيب لك هدية. أبا آيفون ضبطت. إدي صارت كشكول. حاسحب واحدة جديدة. بحبك. الشخص اللي كتب بحبك أنا كمان أحبك. سو حبخها. هذه حختار لها مكان غير. أحس أكيد فيها مشاعر يو. سو حتطلع عطر وحطها في الموية. وحختار واحدة تانية. نفسي أهاجر لوحدي. Oh my god. Okay. صراحة sometimes I have the same feeling. حبخها بالعطر. مظبوط كده. أتوقع لهاية الحلقة دي العطر حيخلص. هوريكم من قريب. شايفين؟ قطنقط في كل مكان. حطها في الموية. ريحة المكان مرة كتمة. أحس من جد ريحة العطر مرة خلاص قوية كده بخش من داخلي. حخرج دحين فارس. تعال يا فارس. Oh my god أخذت المكان كله. طلع شوية منها. حطها هنا لأنه مرة ما له مكان. ما أحب لما يكون كده فيه لوية في الجسم. يصير مرة صعب إن أنت تلصقيها. طبعا ليش كده أقول أنا. This is so weird. قبل ما أنسى أبغى أقول لكم إنه الناس اللي عندها حساسية الجسم يتحسس بسرعة لا يجربوا الموضوع ده. هذا أول شيء. ثاني حاجة إذا أنتوا مخططين تغشوا أنا ما دخلني فيكم. أنا ما قلت لكم تغشوا فيها. سو نو لا تستخدموا الغش. إنه الفكرة الهدف منها إنه كستايل يعني تبي تحبي مثلاً في يوم من الأيام تبي تطبعي كده عبارة عجبتك. أحس حماس يعني إنه بس إنه غش وما غش أنا ما دخلني. أنا ما علمتكم. سو أتوقع إنه هذه جاهزة. يلا فارس. أوكي. أوب. الورق شوية تقطع فيها بس يعني زبطت. سو يا لين دحين ما شاء الله كلها زبطت. فارس don't post this. Me kill you. زبطت يعني I hope no one kills me. سو حطلع اللي بعده اللي هي كانت هذه بحبك. أحطها فيه. هنا هبطة. نايس. أتوقع هذه المنطقة أصعب شوية لأنه فيها كده طلعة ونزلة. Hopefully يعني إنها تزبط. زي. صعبة شوية. صعبة كتير مو شوية. ما أدري حقدر أكمل ولا لا. الريحة مرة قوية. مرة قوية. كلها ورق لاصق فيها. ضبطت. I think إنه هذه تفوز صراحة. شايفين مكانها جيد وكده حلوة. أنا أحبك كمان. الورق شوي طلع معاها بس إنه ما حقدر أشيله دحين لأنه الحبر ما هو ناشف مرة. وبعد ما ينشف أنا ممكن أنا أشيله كده بشويش. بس دحين الأفضل إني أسيبها زي ما هي. ما شاء الله إكسبرت. شايفين هذه اللي أول فيها برضو نفس الشيء. أقدر أشيلها كده بشويش. I love it. إلين دحين هذه أكتر واحدة حبيتها. حطيت نفسي هاجر لوحدي فوق أبو آيفون. أمنيات صار كشكول من جد. واو. البداية شوية مخبوصة لأني حركتها. حختار واحدة جديدة. أحس كده يدي مدبقة صار أوه يعني كده إحساسه مو حلو هنا. عيب. سويا هنسوي عيب. هنسوي عيب. سو حختار واحدة جديدة. طلعت لي بروح أذاكر. حجرب عطر جديد عشان أشوف إذا حيزبط ولا لا عشان نشوف سوا. سو بروح أذاكر جربت عطر جديد. أوكي لا تنسوا. هختار واحدة تانية كمان. أوه ماي جاد رد علي بالخاص. إن شاء الله هرد عليك بالخاص. هختار واحدة كمان. ليش أنتي حلوة. Thank you. ما أعرف ليش ربنا خلقت كده. اختار أي واحدة. هجرب نفسه حق أول. سو طلعت عيب. سنة صغيرة هحطها هنا. لا ما بحطها هنا. لا حطها هنا. نفسي أعرف إيش كان قصدهم بعيب يعني إيش هو العيب يعني في الموضوع. حفكها وحشوف كيف العيب يزبط ولا لا. واو زبطت فيها ورقة بس زبطت. ياي. أكره مرة لما كده تكوني مثلا ملصق الكلام بالشكل كده وهو مستقيم بعدين لما تبي توري أحد كده يصير مايل يو نو. أنا من الناس اللي أكره الأشياء لو تكون مايلة كده توترني أحس. طيب دحين حجرب حقت بروح أذاكر. بروح أذاكر حطيت فيها عطر نوع ثاني. سو خلينا نشوف يعني هل حيزبط ولا لا لانه في عطور زي ما قلت لكم ما تزبط. انا ترى ما ادري انه انتم عندكم في فتره اختبارات. سو الله يوفقكم كذا يعني انا في عالم ثاني هنا. ركزوا باختباراتكم وخلوا اللعب بعدين وكذا. طيب خلينا نشوف هذه تزبط ولا لا. واو زبطت. ما توقعتها تزبط بس زبطت. اوكي نايس يا عطر ثاني زبط. راح اجرب دحين في اليد الثانيه لانه هذه خلاص فل. رد علي بالخاص. صعب لما تسوي في اليد الثانية لأنه يد اليمين. ردوا علي بالخاص. واو خربت شوية. لا لا لا
لا ضبطت بس انه شويه فيها ورق ضبطت. صراحه ما اعرف لمتى حقدر اكمل لانه الريحه مره قويه. فتحت الشباك في احتمال تسمع صوت سيارات, سو هستعجل مره سريع عشان اخلصها بسرعه لانه مره قطعت حالي. الناس اللي تقول عني كذابه, انا اتمنى انه انتم تونشنوهم على الفيديو ده, ترسلوا الفيديو ده لهم. يلا رتسي اوكي خشوا على بعض. واو واو ايش صار, مره الورقه مره دبلانه كده مره سايحه على نفسها. نقدر نقول انها ضبطت شايفينها. الله عندي مره سيئه ما شاء الله. حاولي تختاري حاجه حلوه. اعطيت رفض اختار لي لانه صراحه احس ما حقدر اكمل اليد الثانيه مره الريحه قويه. ها هذا حلو ايه. بس انا اقول لك تحطيه فين؟ هنا اوكي او كمان هي طاحت يو خلاص جيب واحد غيره. لا 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 والله طاحت ما في اجيبها. لقيت هذا حلو. اعطيني ابي سنابك نحطها في يدي ما يكفي. هنا هنا لا لا تحطي لحالك, لا تحطيها مع الناس, حطيها لحالك مع الناس. فين احط اخترع لي يد جديده وردا على اللي كتبته حاط السنابك. انا ماني فاهمه انت ليه ما تضيفتني. فين قلتي احطها؟ هنا كده كده. ايش اسورة؟ ايوه اسورة. اختاري لي واحدة ثانية عشان عبال ما تستوي ابو سنابك. اختاري شيء جيد. هاتي بطاطس. يا هذه حلوة, هذه كيوت بطاطس. هذه اي لايك صراحة. حطها جنب احبك. تحب البطاطس؟ احب البطاطس. حطيت بطاطس في الموية. حطيت بطاطس في الموية بس كثير. الموية ستير ما غسلتها. لا هي في الموية هي عشان تتغسل. هنا هنا ملاك. It could be like صفة. يعني مثلا انا ملاك او ممكن اكون ملاك, يعني قصدي as a name. So yeah ححط ملاك. يلا so هعطر ملاك. ححط ملاك في المويه مع البطاطس وابو سنابك. لا تخشوا في بعض ابعد. هحط ابو سنابك. حط ابو سنابك هنا عشان ما عاد تسال ثاني. زي نظام الافلات هحطه هنا. سو لصقت سنابي هنا قصدي. زين بلصق بطاطس في نفس الوقت لا اخاف تخرب. حب بطاطس. وووو سو يا خلاص اوكي ضبطت ابو سنابك. حط الكو هنا ضيفيني في سناب. سو ححط البطاطس دحين. احس كاني قاعد اطبخ من جد. سو ححط البطاطس دحين. فين احط البطاطس؟ مره عجبتني حط على يدي هنا كفي. شكلها من جد جيعانه اللي كتبتها بس عادي حاسه فيكي. انا كمان ابو بطاطس. سو يلا خلينا نشوف بطاطس يا رب تستوي. الله اي لك بطاطس. اوه يا مره احس اني مره دايخه من الريحه كده مره قويه. طيب يا جماعه اخترت كم حاجه على جنب كده هحطها بسرعه دحين في المويه واسويها وكل حاجه اوريكم النتيجه لين. صراحه مره كده احس الريحه مره خلاص كده يعني مره دخترت من الريحه. الريحه مره قويه وخلاص كده احس كده فصلت. anyway سو هسويها على السريع واوريكم النتيجه. اوه سو من يوم ما وقفت اصور بدأت الدنيا تخبص. اتوقع لانه بسويها مره بسرعه عشان الريحه مره يعني خلاص شايفين كيف اللي هنا ما زبطت معايا. فيا لازم تاخذوا وقتكم فيها. سو عشان اضمن سلامه البقيه حسويها معاكم. ماني عارفه يعني صراحه اني انا يمكن من دولاك الناس اللي من ورا كده اغش. سو هسويها معاكم. سو هذه حلوه. اه الريحه حاسه تخش في عيني. ليه اللي اقطعي برا؟ انت مخك خربان بدون شيء. والله انهم حيوانات شفتي؟ عشان قاعد اسويها قدامهم وظبطت. سو اسمعوا. سو هذه انا لقيتها عندي طبعتها من زمان. من زمان يعني طبعتها للفيديو اللي فات. بطاطس كبيره. ومره نفسي احطها. I don't know where. احطها ورا. واو that's a big بطاطس. واو. سو الناس اللي يحبوا البطاطس ارفعوا يدكم. متحمسه اشوفها خايفه تخرب. بطاطس بليز لا تخربي. حرف الاطاء شوفي ما زبط. الباء ما زبط. بليز نو او نو او نو او ماي جاد جايز لوك ات ذس تاتو بطاطس. اتوقع لازم تلوني الفراخ. يا از ات كريزي ذات اي ريلي لايك ذس. حاسوي واحده الربع تعالي هاتي هنا حطها كده. يو هذا مكان مره ما ينفع عشان معروج. جيبي مكان فاضي. I don't think it's gonna work لأنه صورة فاهم. حطيت لها صورة البسة هذيك اللي حقت الميوز. هذه حط لكم هنا. It was my idea actually. تبينها؟ بسة ما أتوقع حتظبط بس let's see. So بانت بس الصحن حقها. البسة نوعا ما تحسوها كده ضبابية ما هي مرة واضحة. ما بانت مرة مظبوط. You like it؟ تجي عندنا تسوي تاتو ثاني؟ لا تجي مو كويسة. مو كويسة؟
ممكن الكلام يزبط أكثر. يا بس براشين أختكم في الله خلاص مرة دايخة كانت أسويها بس يعني خلاص مرة راسي أحس مرة صرت كبير. بقي ثلاثة بس ثلاثة حبات حبطها. anyway so هنا في واحدة سويتها وخربت مكتوب كان دمك جذاب ما أدري. وفي هذه اليوم عيد ميلادي برضو خربت I'm sorry و happy birthday يا ربي ما تخرب دي خلاص تفش كلها خربت اللي في اليد هذه هتخربي ولا لا؟ والله كل ما أصور ما تخرب تتزوجيني ووو ريحة everywhere هرجع أحط في اليد هذه لأنه أحس هذيك اليد ما أدري ليه بتخرب الدنيا مو أنا السبب هي صح أحط اثنين في نفس الوقت هي آخر اثنين هذه واحدة مكتوب عليها أنا قدها والثانية مكتوب عليها نفس شعر أختي بالنسبة للناس اللي بتقول لي قد إيش يقعد ترى تقدر كي تحكي خلاص يروح ما يقعد وقت بالعكس يعني عادي تمسحي في وقت ما تقدري أحلى حاجة يعني بالنسبة لي إنه عادي يعني أقدر أشيله وقت ما أبغى أشيله إذا أصلي وما أدري إيه خلصت كل اللي عندي والله ما خلصتها كلها بس خلاص ما قادر أحس كده مرة خلاص خلاص كده سو خليني أوريكم يدي كده في النهاية هذا شكله كشكول والله جريدة واو سو anyway وصلنا لهذا الفيديو أتمنى تكونوا انبسطوا اكتبوا لي في الكومنتس إذا والله ما أعرف تكتبوا لي بس هنا اكتبوا لي في الكومنتس إذا لقيت سؤال حطه لا تنسوا لا تنسوا اشتركوا في القناة أعطوا لي الفيديو لايك حرام ران تعذبت مرة كثير بالفيديو هذا يا إن شاء الله بس اللي شيء ران تحبكم مرة كثير ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية انا خلاص مره انا هعيش برة الغرفه دي اليوم الريحه في الغرفه بطاله هذا المكان So I think إنه بدأت أفقد الموهبة أو أفقد صوابي أو عقلي أو أي شيء. So هذه آخر واحدة خلاص خلاص. في ران كمان في الموية هنا تسبح. المنطقة دي هذه كلها كده حسها ملوثة كلها عطر كده في الأرض. أحبج. إيش أحبج؟ فيها جيم. فيها جيم. أحبج. أحبج. صح كده؟ I don't know guys قولوا لي في التحت. الوضع مرة يعطس هنا الحمد لله جدي مليان عطر وحطيتها قريبة زيادة زاد لازم اتحمل الريحة بغض النظر انا حصور ولا لا او ماي جاد ريحته كله عطر يعني اقدر احطه في علبة كده خلاص بخبخ منه مستنقع العقر من يوم ما وقفت اصفر تبي ها 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 ولا مكرونة يصير عليك مكرونة خلاص بشبه احس كده مرة متنهة يا احس كده جوتي كده جوتي عطر كده كل يعني دحين اللي يشمني وربي انه ريحتي مره سويا وقد اشرب هذا الشيء واتوقع انه دخل فيه عطر في اشياء كثيره ما زبطت لانه صراحه كنت انا مستعجله مره لانه مره مكتوبه من الريحه ليلي مره تعبتيني ما حقدر اعيدها بس جماعه بس بس يا جماعه ما عندي مساحه نزلت بوست في الانستغرام من فتره ووصل البوست سو نزلت فيديو في الانستغرام ونوعا ما يعني كان في كثير يعني استفسارات سالتكم في الانستغرام stop laughing I'm leaving اقول عنك قولي طب يلا سو يلا سو في جمله من اول بكلش فيها ماني قادره اكملها ماني عارفه ليه سو حتقولها رفع عني يلا اسوي كذا لب سينكي ايوه سوران سالتكم في الانستغرام نزلت ستوري وقالت اكتبوا اول شيء جاء على بالكم انتوا كتبتوا كلمات جات على بالكم اول شيء واخذت الكلمات هذه وطبعتها واليوم حتسويها تاتو بس جرحتوا مشاعر يعني انا ما اكذب يعني انا ما اكذب يعني Do you hear this? هذا عندنا؟ الجيران اليوم ما ادري ايش فيهم Who's knocking? والله العظيم انا مو خلاص والله اول ما اشغل الكاميرا اول ما اوقفها يسكتوا anyway الفيديو هذا يا شيخة انه منحوس بشكل مو راضي يتصور سألتكم في الانستغرام حطيت البوست هذا في الستوري سألتكم في الانستغرام حطيت الستوري ده سألتكم في الانستغرام وكتبت
لاني ماني فاكره شو السؤال. طيب ما حيوقف؟ هذا الصوت ما حيوقف؟ لا. سامعين صوت المويه؟ اوكي someone is taking a shower. صراحة انا مرة اكره البيوت الامريكية لانها كلها كده تحسوها اصواتها على بعض. حكمل الحلقة لو في بيت بنحرق جنبنا حكمل الحلقة ما علي. هاخد شوية لقطات من الحلقة اللي صورتها اول وححطها مع الحلقات. في احتمال كبير ان انا استخدم مقاطع من الفيديو اللي صورته المرة اللي فاتت عشان ما في اعادة تاني مرة. انا حاولت ان انا البس يعني خلص نفس اللبس واسوي شكلي نفس الشكل. شكلي ما يتغير كتير سوء احس ما حيبين. ححط هذا في النهاية. سو يعني اذا ما انتبهتم البداية يكون واو حماس بدل لما تشوفوا تقولوا اوه والله من جد ما انتبهتم. سو حجرب غدي مرة. قلتي غدي مرة. غبي مرة. هاي جايز كيف حالكم ايش اخباركم؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم ران واليوم الحلقة متخلفة. اوز قد نسيها مختلفة. اوقات تزبط واوقات ما تزبط. سو يا عندنا جيران يعني شويه مجانين سو يضربوا مره كثير ابو مره كذا لاول ابو تحسوا someone is gonna die today. سو اذا سمعتوا صوت ناس بتزعق في الباك جراوند ام سوري ما عندي استوديو برا البيت. اشتركوا في القناه عشان يصير مشهور وكذا اقدر اسجل في اليوتيوب او يصير عندي استوديو كذا خارجي من هنا. ليش تشربيها قهوه؟ شيكات نايمه 15 ساعه.